السلام عليكم أعزائنا الطلبة، هذه المحاضرة الخامسة من سلسلة محاضرات علم الخلية النظري السيتولوجي الموجه إلى طلبة المرحلة الأولى الدراسة الصباحية والمسائية لقسم علوم الحياة كلية العلوم. يلقيها الأستاذ المساعد الدكتور عكاد محمد خماص، فأهلا وسهلا بكم. عنوان المحاضرة الخامسة The Cell Cycle دورة حياة الخلية. Cellular division through a repeated cell cycle ensures that development of single fertilized egg zygote into the different cells of the human body and the multiplication of a single bacterium into a colony consisting of millions of daughter cells during an overnight incubation. The cellular events that occur in a sequence from one cell division to another are referred to as cell cycle. However, many variations exist in the overall duration of cell cycle depending on the cell type and the requirement of the organisms. بشكل عام يضمن الانقسام الخلوي من خلال دورات الانقسام المتكررة تطور بويضة واحدة مخصبة ولتعرف بزايغوت إلى الخلايا المختلفة الموجودة في جسم الإنسان، وكذلك يضمن تضاعف بكتيريا واحدة إلى مستعمرة كولوني تكون ملايين الخلايا البنوية الدوتر سيل خلال فترة حضانة ليوم واحد. بشكل عام The Cellular Event تعرف دورة حياة الخلية بأنها مجموعة من الأحداث المنظمة المتتابعة التي تمر بها الخلية في الفترة الزمنية الواقعة بين انقسامين متتاليين، والتي يتحقق من خلالها انقسام الخلية وإنتاج خلايا جديدة ونمو كائن حي. بشكل عام توجد العديد من الاختلافات في المدة الإجمالية دورة الحياة الخلية depending on the cell type نوع الخلية، وكذلك متطلبات الكائن الحي requirement of the organisms. فمن المعروف أن بعض الخلايا فمن المعروف أن الخلايا السامة تنقسم بمعدل ملايين الخلايا في الثانية الواحدة، وقسم منها تنقسم فقط خلال فترة النمو ثم التوقف عن انقسام كمرحلة في الخلايا العصبية. وبشكل عام هذه الخلايا تختلف في مدة زمنية التي تحتاجها لإكمال عملية الانقسام. فمثلا خلايا البطن مع الدقيقة تنقسم كل بضعة أيام، بينما نلاحظ في خلايا الجلد بأنها تنقسم كل بضعة أسابيع. بشكل عام نتكلم عن فوائد الانقسام الخلوي. ما الفائدة المبتغاة من عملية السيل سايكل أو الانقسام الخلوي؟ بشكل عام الفائدة الأولى من عملية الانقسام الخلوي تكوين خلايا جديدة متماثلة البنية والوظيفة، هذه الوظيفة الأساسية. ثانيا تولد خلايا جديدة عديدة بدءا من خلية واحدة والتمايز في بعض الأنسجة والأعضاء التي تكون الكائن الحي. وفي نفس الوقت هناك وظيفة ثالثة تبتغى من عملية الانقسام الخلوي، وهو إصلاح الخلل والتلف في الخلايا والأنسجة والتي نتيجة تعرض الخلايا لعوامل داخلية وخارجية، وهو ما يطلق عليه باسم التجدد. بشكل عام دورة حياة الخلية تقسم إلى عدة مراحل، ولكن كما نشاهد في المقطع أو في الفيجرز نلاحظ أنه طور البين الانترفيس يعتبر من أطول أنواع من أطول الأطوار، ويستغرق ما بين حوالي 90% من دورة حياة الخلية الواحدة، بينما الأطوار الأخرى تستغرق حوالي 10% من دورة حياة الخلية. وسوف نأتي في السلايدات القادمة في التفصيل لشرح وبيان هذه الدورات الأطوار المختلفة لانقسام الخلايا. على العموم التيبيكال أوكاريوتيك سيل سايكل، الانقسام المثالي لخلايا حقيقية النواة
يمر بمراحل عدة. المرحلة الأولى كما أسلفنا هي طور أو طور الانترفيس أو الطور البيني، وهو الطور ما بين قسامين متتاليين ويأخذ حوالي 90% من زمن الدورة الخلوية، ويتميز هذا الطور بتعاقب الكثير من الحوادث الخلوية، حيث يحصل فيه نمو الخلية وتضع مكوناتها ويتألف، ولذلك يتألف من أطوار فرعية كثيرة وهي كالآتي. هذا الطور كما قلنا الانترفيس يعني ينقسم إلى عدة أطوار. الطور الأول ما يسمى الطور الجي زيرو أو الجي زيرو فيس، هذا الطور أيضا يعرف بريستنج فيس، وطور الراحة والكوايت فيس، طور السكون. وفي هذا الطور في الحقيقة تبدو الخلايا كأنها ساكنة، حيث لا تحدث فيها أي حيث لا تظهر فيها علامات للنمو أو الانقسام، برغم أن هذه الخلايا في هذا الطور تكون ميتابوليكلي اكتيف يعني نشطة عقديا. بعد الطور الجي فيس يأتينا ما يسمى بطور النمو الأول أو الجي 1 أو الجاب 1 فيس، وهذا يعرف أيضا هذا الطور بطور الجروث فيس، بطور النمو. وبالحقيقة هذا الطور هو طور متغير فيربل فيس في الطول، حيث يختلف من خلية لأخرى، وكذلك يختلف بين الخلايا المختلفة من نفس النوع. وبشكل عام يتضمن هذا الطور عدة تغيرات، حيث يتضمن نمو تدريجيا في حجم الخلايا، يتضمن أيضا نشاط أيضي لصنع البروتينات الضرورية لقسام الخلايا، يتضمن كذلك duplication of organelles تضاعف العضلات الضرورية. كذلك يتضمن هذا الطور بناء البروتينات الضرورية لعملية الاستنساخ DNA replication، وكذلك يتضمن هذا الطور كما معروف بناء وزيادة عدد الميتوكوندريا أو ما يسمى بالطاقة التي تتجنى بردوث of the energy التي تتجنى الطاقة، والتي تعتبر ضرورية جدا لعملية الانقسام. يعقب هذا الطور ما يسمى بطور الاس فيس، ويعرف هذا الطور بطور سينثيسيس فيس، طور البناء. وفي الحقيقة برغم هذا الطور يكون لو ميتابوليك ستيت، يعني يكون منخفض من حيث الأيض، ولكن في نفس الوقت هو يكون نشط ويتمركز معظم العمل حول مضاعفة الدي ان اي او مضاعفة الجينوم دي ان اي او جينوم ديبليكيشن. طبعا عملية مضاعفة الدي ان اي عملية ضرورية جدا، وذلك لضمان انه جميع الخلايا البنيوية الجديدة او الخليتين البنيوتين الجديدة تحصل على نفس المادة الوراثية الموجودة في الخلية البيرنت سيل او الخلية الابوية. يعقب طور الاس فيس طور ما يسمى بطور النمو الثاني او الجي 2 او الجاب 2 فيس، وهذا الطور نتكلم عنه كثيرا، حيث شاهد احداث سيلولار جروث كونتينوس از ان جي 1، يعني تحدث تقريبا في نفس الاحداث التي تم مشاهدتها في طور الجي 1. وكذلك هذا الطور أيضا يتميز ببناء البروتينات الضرورية للانتقال إلى الطور الثاني، طور الام فيس أو ما يسمى بطور الميتوزيس فيس، طور القسام الخلوي، وهو الطور الذي يشهد فيه عملية انقسام الخلايا من خلال distribution and transfer of the irregular duplicated chromosome، حيث من خلال توزيع ونقل الكروموسومات المضاعفة التي إلى الخلايا الدوترسياس والخلايا البنيوية الجديدة. وهذا الطور عادة ما يكون طور قصير جدا، ويستغرق حوالي ساعة إذا كان عندنا مدة انقسام خلايا 24 ساعة، فهذا الطور يكون تقريبا فترة زمنية ما ساعة من الـ 24 ساعة التي يستغرق عملية الانقسام أو دورة غياب الخلية. طبعا بعد ذلك يلي عملية
فلو باي سايتوكاينيسيس عملية انقسام اللي يعمل طبعا انقسام خيطي عملية ما يسمى بالسايتوكاينيسيس أو الانقسام السيتوبلازمي أو ما يسمى بالحركة الخلوية. وفي هذه الخلايا وفي هذا في نهاية هذا الطور يحصل تكون عندنا خليتين جديدين تحتوي على نفس المادة الوراثية وعلى كم على نفس كمية السيتوبلازم. طبعا الكروموسومات في هذه الحالة تتحرك نحو نهايات الخلايا عن طريق الأجزاء المغزلية spindle fiber. ننتقل الآن إلى الانقسام الخيطي ماتوكسيال ديفيجن. كما هو معلوم لدينا نوع من الانقسامات الانقسام الخيطي ماتوتكس والانقسام اللا خيطي المايوسيس. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن الانقسام الخيطي والمحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتكلم عن الانقسام اللا خيطي المايوسيس. يعتبر الماتوكسيال ديفيجن is critical يعتبر مرحلة حاسمة ومهمة جدا بالنسبة للخلايا single cell الخلايا الوحيدة أو العضيات وحيدة الخلايا مثل البروتوزوا فطريات فنجاي الجي الطحالب. وهو هذا الانقسام يكون مسؤول عن عملية التكاثر reproduction حيث من المعلوم أن هذا النوع من الكائنات حية تكاثر لا جنسيا. بينما يكون الانقسام الخيطي بالنسبة للخلايا الايوكاريوتكس اورجانيزمز الخلايا حقيقية النواة وظيفتها الأساسية تتمثل بالنمو growth. وعادة ما يحصل هذا النوع من الانقسام في خلايا معينة تسمى بالخلايا سوماتيك سيلز والخلايا الجسدية وهي خلايا نانسكس سيلز خلايا لا جنسية. كما معلوم لدينا نوعين من الخلايا خلايا جنسية وخلايا لا جنسية في الكائنات حقيقة النواة. الانقسام الخيطي ما تتكاثر في الخلايا السوماتيك سيل الخلايا الجسدية. بشكل عام there are five stages in mitosis هناك خمسة مراحل في عملية الانقسام الخيطي. المرحلة الأولى مرحلة الانترفيس أو ما يسمى بالطور البيني. وكما أسلفنا الطور البيني يحتوي على استيجات التي تم شرحها فيما سبق وهي G1 والـ S والـ G2. الملاحظة المهمة جدا الكروموسوم ريبليكيشن تيك بليس ان انترفيس انه عملية استنساخ الكروموسومات تحدث في هذا الطور البيني. في الحقيقة individual chromosomes كل كروموسوم في هذا الطور انلوكيتد يستطيل ويصبح it's very difficult to see under the light microscope يصبح من الصعب ملاحظته ومشاهدته تحت المجهر الضوئي. وفي الحقيقة ال DNA of each chromosome is replicated in S phase. فكما شرحنا سابقا انه ال DNA الكروموسومات سوف تستنسخ في طور ال S phase وتعطينا نوع two copies of chromosomes وما يسمى بالسيستر كروماتيد بالكروماتيدات الشقيقة والتي يتم تجمعها مع بواسطة السنتروميرات المتضاعفة ولكنها غير منفصلة وكما هو موضح في هذا الشكل حيث نستطيع أن نشاهد أنه الكروموسومات في هذا الطور استنسخت واستطالت بحيث أصبح من الصعب مشاهدتها. وكل كروموسوم عبارة عن 2 كروماتيد أو 2 سيستر كروماتيد ونشوف ما زال غلاف نمو موجود في هذه المرحلة وكذلك النيوكلير انفلوب غلاف نمو موجود ونشوف أيضا سنتروميرات موجودة وتضاعفت أيضا في هذا الطور. يلي الطور البيني ما يسمى الطور التمهيدي البروفيس و during this stage the chromosome become visible as
third or filament, because they condense more. This is followed by progression calling and folding. And each chromosome now consists of two chromosome third called chromatid. في هذا الطور يختفي التركيب الشبكي للنواة حيث تكثف الكروماتين على هيئة صبغات أو كروموسومات واضحة ويمكن رؤيتها بمجهر الضوئي. بالإضافة ذلك the nucleus break down and disappear. النوية في هذا الطور أيضا سوف تتحلل وتختفي. ودراسات الكترون مايكروسكوب ستديز دراسات مجهر الكتروني أظهرت أن إنزال مكون النوية تنتشر في جميع أنحاء النواة خلال هذه المرحلة، وكذلك في نهاية هذه المرحلة سوف يختفي عندنا نيوكلير بلينفلوب الغلاف النووي نتيجة لتحلله. أضف إلى هذا التحلل للغلاف النووي يسمح لهذه الكروموسومات بالانتشار على الجزء الأكبر من الخلية ويمنحها كذلك give them a better chance to separate as the comet during ball world movement ويمنحها فرصة أفضل للانفصام والحركة نحو أقطاب الخلية. يلي التطور التمهيدي ما يعرف بالتطور الاستوائي الميتافيز. At metaphase the chromosomes are at their highest level of calling and therefore appear to be shorter and thicker than in any other stage. في هذا الطور الاستوائي تكون الكروموسومات في أعلى مستوى لها من اللف، وذلك بالتالي تبدو أقصر وأكثر سمكًا من أي مرحلة أخرى. بالإضافة لذلك إذا الكروموسوم move to the quieter الخلايا تتحرك نحو خط الاستواء الخلايا وترتبط مع بعض باستة سبندل فايبر باستة الياف المغزلية وتصطف في وسط وتغاصف بشكل خطي في مركز خلية أو ما يعرف بالصفيحة الوسطى. وألايمنت أوف ذا كروموسوم إن ذيس بليت مارك ذا إند أوف ميتافيز اصطفاف الكروموسومات عند الصفيحة الوسطى يشير لنا إلى نهاية هذا الطور والبدء بالطور الآخر. الطور الانفصالي هو الطور الذي الأنافيز هو الطور الذي يلي الطور الميتافيز. This is a stage of active and rapid movement and is the shortest of all metaphase stage. هذا الطور يعتبر طور قصير ولكن في نفس الوقت هو طور active ويعتبر من أقصر أطوار الانقسام الخيطي. في هذا الطور السيستر كروماتيد سبغيت تنفصل وتتحرك نحو الأقطاب المختلفة عن بواسطة الألياف المغزلية، وتعتبر كل عملية انفصال لهذه الكروموسومات هي عملية فيزيائية أو نشاط مستقل عن الآخر. وفي الحقيقة وفي النهاية وكما نلاحظ في الصورة في الأشكال سوف تتحرك الكروماتيدات الشقيقة نحو القطبي الخلية باتجاه معاكس وتتحكم في العملية كما أسفنا خيوط المغزل. الطور الأخير من أطوار الانقسام الخيطي يعرف بالطور النهائي بالتيلوفيز. مع بداية هذا الطور يكتمل وصول الكروماتيدات الشقيقة سيستر كروماتيد إلى قطبي الخلية وكل منهما يماثل الآخر تماما، وعندها تشكل الغلاف النووي وحول كل مجموعة، وكذلك تتكون لدينا النوية كما تبدو خيوط المغزل بالانحلال تدريجيا، والكروموسومات تصبح أيضا غير منضوية على بعضها البعض وتصبح أقل كثافة وتكون غير مرئية تحت المجهر الضوئي وكما هو موضح في الشكل أدنى. في السلايد الأخير نلاحظ هذا الشكل يوضح لنا بشكل مختصر المراحل المختلفة لمراحل لعملية الانقسام الخيطي.
ابتداء بالطور البيني وانتهاء بالسيتوكاينيسيس، ويتكون خليتين متماثلتين من حيث المحتوى الوراثي والمحتوى السيتوبلازمي. في النهاية شكرا جزيلا لأصغائكم، وأتمنى لكم التوفيق.